السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو التمرين التالت. غادي نكتبو ميت، غادي نكتبو الحل ديال، نشرح لكم الحل ديال التمرين ثلاثة الخاص بي جي سي دي. ألوغ كيما شفنا نكتبو المثال السابق والأول، نكتبو المثال السابق باش نشرح لكم تشوفو المثال في جنب. أش الصعوبة؟ 15 10 10 5 5 0. On peut déduire que BGCD égale 5. علاش؟ حيت هنا بقى 0. اوكي، 1 2 3 4. الوغ نجيو دابا اول حاجة باش نحلو BGCD. اول حاجة بكل بساطة خصو يعطيك المستعمل او بي، ميمكنش تحسب شي بي جي سي وسي معندكش الأعداد. افترضو أن أ هي 100، هي 100 و بي هي 15، يعني المستعمل ديالنا ميربان في الرسالة أون تخيل فالور أب و دخلهم، دخل أ إيكال 100 و بي إيكال 15. دير دير كيشد لي دو فاريابل، كيدخلهم في الميموار ديالو، يعني ا كيدخل في الميموار و بي كيدخل في الميموار. كاين واحد المشكل في الطريقة اللي كنستعملوها حنا باش نحسبو البي جي سي دي. كاين واحد المشكل، المشكل هو انه لا مشى المستعمل عطانا ا هي اللي كتساوي 15 و بي هي اللي كتساوي 100. اللي جينا نطبقو القاعدة ديالنا و درنا هنايا ا اللي هي 15 و بي اللي هي 100، ما غاداش تستقر القاعدة ديالها 100. شو الباقي ديال من 15 ل 100؟ مكاينش الباقي، زيرو. كلا باقي له من 15 ل 7 ل 100 ما عندهاش الباقي، راهي صفر فاصلة حتى واحد ما كان. لهذا خصنا نعالجو الوضع. نعالجو الوضع كيفاش غادي نديرو؟ نعالجو الوضع كيفاش غادي نديرو؟ نعالجو الوضع هكذا. صوت الوصل خد هنا، كيفاش غادي نديرو نرجعو نعالجو الوضع هكذا؟ غادي نحطو الاحتمال ديال سي. هاد سي هادي لي هنا هي اللي غادا تعالج لنا الوضع هذا. حتى دابا ملي كتكون كدير البروغرام كدير شي مال احتمال شي يقدر يحفظها المستعمل. كدير اللي كانت اصغر من بي غادي دير لي واحد اشياء. شنو هي الاشياء؟ الاشياء هو اننا دخلنا واحد العدد اكس، والخلاصة اللي كانت اصغر من بي شو خصك دير؟ خصك بي تولي ترجعها ا و ا ترجعها بي و ساليتي. غير هو باش ترجع ا لبي و بي تردها ا خصك واحد الوسيط بيناتهم سميتو اكس. مثلا علاش خصنا هاد اكس؟ مثلا الا بغيتي دير ا ايكال بي، ها انت دابا بي، دابا ها انت ا ولات بي، ولكن ملي غتبغي ترجع بي ايكال ا راه اصلا ولات تساوي بي. خصك تخزن القيمة ديال أ في واحد العدد في إكس باش هاد العدد ملي كدير العملية مكنفقدوش القيمة الأصلية ديال أ. هذا هو السبب علاش جبنا هاد إكس، حيت ملي كتبغي دوز أ إيكال بي و بي إيكال أ كنفقدوها، أ كتفقد. لهذا ضروري ندخل واحد الوسيط كدير أ إيكال إكس و عاد أ إيكال بي. ملي كتبغي بي تعطيها القيمة ديال أ مكتقولش أ راه ولات بي، كتقول إكس هاد هي اختزلناها في المنطقة هادي. إكس هنا إيكال أ، نعاودوها، كتقول إكس إيكال أ، هاد إكس هي اللي كتعطيها القيمة ديال أ، ماشي أ كتعطيها القيمة ديال إكس، إكس كتعطيها القيمة ديال أ، و أ كتعطيها القيمة ديال بي، و بي كتعطيها القيمة ديال إكس اللي هي أ، اللي هي أ القديمة. لاحظتوها؟ ألوغ هادي هي الخدعة. هادشي اللي درنا هنايا، إكس كتعطيها القيمة ديال أ كنحتفظو بها بحال ديال إكس الطور ديالها بحال اللي قلتيها، كتسجل القيمة ديال أ في الدماغ ديالها. أ كتاخد القيمة ديال بي، و بي كتاخد القيمة ديال إكس. هاد إكس وما كانش بعداش نخبعو القيمة ديال أ
وي هادري درت بي ايكال ار اي بحال اللي قلت بي ايكال بي، انت هادري اللي قلت ان ار اي ايكال بي. الو غادي نخدها هي هادي، كنحولو ا كتولي بي و بي كتولي ا. بهاد هاد واش تشوف واش يوقع، يوقع في حالة واحدة اذا كانت اصغر من بي، هذا هو الشرط. ندوزو دابا فتنا المشكلة هادي. طولتش افترضوا ان فريمو مستخدم دخل ا ايكال 100، مستخدم فريمو دخل ا ايكال 100 ب ايكال 15، يعني ما عندوش مشكل في البلاصه هذه، ما بقاش خدام كوبسا، ما بقاش خدام. هذا الشرط خاطئ. ندوزو لتحتها، من لتحت اول حاجه اللي كنشوفوها هي اكس ايكال ا، اكس ايكال كيف ما قلت لكم هاد البلاصه نسميوها اكس، هاد البلاصه نسميوها ايكري. المتغيرات اللي عندنا كنستعملوهم في الالغوريثم ديالنا، كل واحد كنستعملوه في بلاصتو. واحد معايا اكس ايكال يعني 100، هاد ا هادي ولات كتساوي البلاصه اكس، اكس ولات كتساوي ا، يعني اكس ولات كتساوي 100، و ايكري ولات كتساوي 15. ها هنا و ار كتساوي اكس موديل موديلو ايكغيك، هاد اكس موديلو ايكغيك هي الباقي، تعطيك القيمة ديال الباقي. يعني شديتي اكس و قسمتيها على ايكغيك، هاد القيمة هادي هي اكس موديلو ايكغيك. جوين هادي هادشي اللي كتعني، يعني كتشد هاد القيمة هادي كتعوض بالباقي ديال اكس على ايكغيك. اما اكس على ايكغيك، اما اكس على ايكغيك العادية راه معروفة، راه هي هادي باش تحيدو اللبس. ارور ار كتساوي هاد القيمة هادي، يعني كتشد، يعني كتشد 100 على 15، يعني كتشد 100 كتحطها في اكس و ايكغيك كتحط فيها 15، و ار هو الباقي، هو هذا ار هو 10، راحت ار هو 10 يساوي 10 حاليا. كندخلو إذا كانت أونفو إر تخالف زيرو، كيف ما قلت لكم إن فوا إر ولات كتساوي زيرو، صافي ساليتي لقيتي البي جي سي دي ديالك، البي جي سي دي ديالك هو إكس، البي جي سي دي ديالك هو إكس، تي ولا هو إكراك، سواء إكس في المنطقة هذه ولا إكراك في المنطقة هذه. ان فوا لقيتي ار ايكال زيرو، فناقصنا ار تخالف زيرو. اذا كانت ار تخالف زيرو واش كيوقع؟ اكس كتولي كتساوي ايكغيك، راحت معايا اكس في المنطقة هادي كتولي كتساوي ايكغيك في البلاصة، و ايكغيك في البلاصة هادي كتولي كتساوي ار. يعني خصها الوراث، الوراث ديال هذا موديل هذا، صافي كومسا. فانت تعوض الدال، يعني ولو عندك دابا قيم جديدة ولات اكس كتساوي قيمة و ايكغيك ولات كتساوي قيمة، منطقة ديال اكس كتساوي قيمة، منطقة ديال ايكغيك كتساوي قيمة، صافي خمسة. و ار شنو هي ار؟ كيتبدل ار جديدة هي اكس على كدا اللي هي 15 على 10 اللي هي 5. ارور كيرجع، دونك تكون مكيهبطش، دونك كيرجع يتأكد من الشرط. إذا كان ترو كيعاود يطبق، إذا كان فولس كيخرج في هذا. خمسة الوراث ولا كيساوي خمسة؟ خمسة واش كتساوي، واش تخالف زيرو؟ وي تخالف زيرو، أو راه يدخل عاوتاني، غتولي إكس كتساوي إيكغيك كذلك، غنقوم نفس العملية، ها إكس هادي، هاد إكس هادي، غتولي كتساوي إيكغيك، و إيكغيك غتولي كتساوي إر، هاد إيكغيك هادي غتولي كتساوي 15 على 10. 10 على 15 على 10 هادي 5، 5 يجري ولات كتساوي ار، هاد 5 هادي كتولي هنا، و ار كتولي شحال كتساوي؟ 10 على 5. ار شحال ولات؟ 10 على 5 شحال هي؟ زيرو، 10 على موديلو 5 ماشي 10 على 5 ولا زيرو. ارور هو ارور سليم، ان فوا ار ولات زيرو. ملي كترجع طونكو اش كتلقى؟ كتلقى ار ايكال زيرو، ماشي تخالف زيرو. الور ساليتي دابا فين؟ دابا ولات عندنا القيمة ديال بي جي سي دي، ولات عندنا في هاد المنطقة هادي،
فهاد إيكغيك هادي، واحد تو هاد إيكغيك هادي من هنا كتجيبو بي جي سي. يعني فوا كتقولو إي كارير لو بي جي سي ده إي إيكغيك، هاداك إيكغيك كتشد كتعوض القيمة ديالو، وهكذا لقينا بي جي سي. هذه هي البي جي سي، هي شوية معقدة ولكن شوية بشوية غادي تفهموها. المهم راه كاين فيها طروة بارتي اسونسيال، البارتي هي كنصحو فيها المشكل ديال اه اذا كان صغير من بي يقربهم لنا، وباش يقربهم خصهم واحد واحد المصير اللي هو اكس. المشكل التالي هو دونكو تبدا يلعب لك في الرايت في البلاصة. اذا كانت كيجيب لك هاد اكس كتولي ايكغيك كيهبطها، وهاد البلاصة هادي كيدير له راست بكل بساطة، طلعتيها ايكغيك كتولي له راست صافي. المنطقة الأولى المنطقة التالية وفي كيعطي النتيجة، النتيجة هي إيكغيك. إيكغيك فين كتكون؟ في الأخر ملي كتولي إر إيكال زيرو، إيش كيدير؟ كتكون هاد إيكغيك اللي كتكون هنايا غير واحد الشهر، هذا هو البي جي سي. بكل بساطة البي جي سي كيتعرض على كيتعرض، وهكذا لقينا البي جي سي ديالنا، وهذا هو الألغوريتم ديالنا. واخا طولت عليكم شوية راه صعيب، خفت متفهموش ولا شي حاجة، نتمنى تفهموه. ولا لقيتو فيه شي مشكل نعرفو نشرحو، خليو لي لي كومونتير ولا شي حاجة. وهكذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.